فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحد الإخوة يعمل في محل لصناعة الحلويات، وقد طلب منه صناعة حلويات بمناسبة عيد الميلاد الشخصي، وأن يضع عليها صورا لأصحابها، فهل يجوز له هذا العمل؟ لا، هذا باطل وإعانة على الباطل، ولا يجوز له أن يعمل للأعياد البدعية أي شيء، ولا يحتفل بها ولا يشارك فيها ولا يساعد عليها، بل عليه أن ينكرها وأن ينصحهم عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: وإذا كان لن يشارك في الصناعة ولكنه سيقوم ببيعها في المعرض، فهل له ذلك؟ لا، هذا مساعدة. إذا كان يبيعها لمن يستعملها في الأعياد الباطلة أو متعاون معهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: عندي مبلغ من المال. لا يباع الشيء على من يستعين به على الباطل أو يستعمله في محرم، هذا من موانع صحة البيع.